لم تعد اليمن تضحك على الأيام، بل تضحك الأيام عليها. فالعيد الذي ظل طوال تاريخ اليمنيين يوماً لفرحهم وتوحدهم، أضحى هذه المرة مصدراً للحزن والتفرق. كان شأناً اجتماعياً وأصبح وسيلة سياسية. وطوال السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب، انقسم اليمنيون في أغلب شؤونهم، وبقي العيد خاصاً بهم. لكن ميليشيا الحوثي أبت إلا أن تسرق منهم ما بقي من فرحتهم، عيدهم. جرمت ميليشيا الحوثي وفق تعميم أصدرته كل من يحتفي بالعيد يوم الثلاثاء باعتباره عيد العدوان، وتم تشكيل لجان رقابية أوكلت لها مهمة اختطاف المحتفين بالعيد وإغلاق مساجدهم. وفق مصادر محلية في صنعاء وإب، فإن عشرات الدوريات الأمنية منعت المواطنين من أداء صلاة العيد واعتقلت عشرات الشباب. عيد مبارك للشعب اليمني، سواء الصائمين أو الذين هم اليوم في عيد. رغم هذا الألم الذي نعيشه اليوم، أن ما يفصل بيننا سوى دقائق معدودة مفطرون ونحن معيدون، إلا أننا سنعيش العيد. إخواننا في المناطق التي تستولي عليها الميليشيات، اصبروا وصابروا، إن شاء الله النصر قريب. في تعز يبدو الأمر أكثر سوءا وغرابة، حيث توجد مناطق محررة وأخرى ما تزال بيد الميليشيا الانقلابية، ما عكس بدوره انقساما اجتماعيا بين عائلات متجاورة، إحداها تغني للعيد والأخرى مجبرة على كتم فرحتها، بعد أن أعلن الحوثي اعتبار المخالف له عميلا ومواليا لما يسميه بالعدوان. فيما يبدو فإن العيد بالنسبة للمواطنين الواقعين تحت سلطة الانقلاب سيصبح يوما من أيام المقاومة الوطنية، وليس مجرد يوم ديني، بعد أن قررت أغلب العائلات ممارسة طقوس العيد في بيوتها، بينما تحدى آخرون الميليشيا وذهبوا لأداء صلاة العيد في بعض المساجد والشوارع. وفق مراقبين فإن الحوثي أفصح عن نيته الطائفية، بعد أن حول العيد إلى تهمة يعاقب عليها بالسجن، والفرحة به جريمة تستدعي الملاحقة والاعتقال، والتاريخ كما تقول وقائعه لا يرحم.